التواصل يستمر والتحديات هنا تتواصل. شوطنا الخامس عشر ينطلق أمام حضراتكم بهذه الأسماء وبهذه الشعارات. صدارة هذا الشوط والمركز الأول يأتي شعار مسلب الزفنة العامري من خلال هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة، بينما المركز الثاني الشانية لحمد بن محمد بن خيرة العفاري من خلال هذا المسار، بينما ثالث الأسماء هنا الدخول من شعار محمد بن خاطر بن سهيل العامري يأتي في هذه اللحظات على ثالث الأسماء من خلال هذا التحدي. يتواصل هنا أيضا بن خاطر باحثا عن نقطة ثانية، بينما الوصول والقدوم في هذه اللحظات والتواصل من شعار سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي يقدم شانية على رابع الأسماء، بينما هناك خامس الأسماء وخامس الأسماء. هناك الدخول والتواصل مشاهدين الأعزاء أيضا من حدث وسالم بن سعيد بن حريز بن سعيد العفاري، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. يأتي هنا بن خاطر، يأتي بن خاطر يقدم لنا أيضا أجمل الخواطر وأجمل التحديات. ما شاء الله تبارك الرحمن، أدى رائع مع شانية محمد بن خاطر بن سهيل العامري. هنا يقدم شعاره ويقدم انتاجه الفاخر وتحدياته المميزة. سلام بن خاطر، سلام سلام بن خاطر، سلام. النقطة الثانية أسعدت صباحا، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني والثالث كان الدخول الجماعي السريع. متابعينا الكرام، نترك مع لجنة الخط والتحكيم لنعود بالتاني والناموس لمالك شانية من قدمت عروض رائعة وجميلة. محمد بن خاطر بن سهيل العامري، تهانينا والناموس. والتوقيت الزمني كان أيضا متابعي الكرام دقيقتين 15 ثانية 29 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.